السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الثامن. السابع. اليوم يا سابع رح نكمل معكم درس المناطق البيئية. إذا بتتذكر يا سابع في المرة الماضية حكينا عن المناطق البيئية، وأن المناطق البيئية تقسم إلى مناطق بيئية على اليابسة ومناطق بيئية مائية. هلا المنطقة البيئية حكينا أنه هي عبارة عن عدة أقمار بيئية لها ظروف مناخية معينة وتعيش فيها مجموعة من المجتمعات الحيوية، هاي هي المناطق البيئية. أما المناطق البيئية اللي على اليابسة فحكينا هي عدة أنواع، منها الصحاري حكينا تتميز بدرجة حرارة مرتفعة وطقس جاف وأن أمطار 200 أقل من 250 ملي متر سنويا، والكائنات عندها بتنشط في الليل وبتنام في النهار او بتختبئ في النهار. ثاني شيء من المناطق البيئيه على اليابسه حكينا عن المناطق الرشبيه، ومن اسمها عشبي شو اكثر النباتات المنتشره او موجوده فيها اللي هي الاعشاب يا سابع، وحكينا من الامثله عليها السافانا انها امطارها موسميه طول السنه بالضبط تساقط فيها أمطار وبتعيش فيها حيوانات متنوعة مثل الزرافات والفيلة والحمر الوحشية والأسود والنمور والفهود. وكذلك من الأنظمة البيئية اللي على اليابسة حكينا عن الغابات الاستوائية يا سابع. الغابات الاستوائية معروف أن درجة الحرارة فيها مرتفعة، معدل أمطار فيها 2000 ملي لتر سنويا، يعني معدل عالي منيح. فيها بتنمو الأشجار الكبيرة الضخمة اللي بتحجب أشعة الشمس عن الأشجار الصغيرة. وفي عنا إشي اسمه غابات معتدلة. الغابات المعتدلة من اسمها معتدلة، يعني معتدلة الحرارة بالصيف وبارد بالشتاء. واضح يا مس؟ معدل أمطار فيها 1500 ملم سنويا، وفيها أشجار مثل الصفصاف والبرغوث، وهي أوراقها تتساقط في فصل الخريف والشتاء. أما دائرة الخضرة موجودة في الغابات المعتدلة مثل السنوبريات، وتعيش فيها الدببة في الغابات وتعيش الدببة والذئاب والسناجب والثعالب في الغابات المعتدلة. وكذلك تحدثنا عن المناطق الباردة أو البيئات الباردة موجودة عندنا على اليابسة مثل التيجا والتندرة. التيجا هي أكبر المناطق مساحة، معدل أمطار فيها 500 ملي متر سنوياً. الشتاء فيها أطول من الصيف، وتعيش فيها نباتات دائمة الخضرة مثل الصنوبر. أما عن التندرة هي منطقة تتصف بمناخ بارد وجاف، معدل أمطار فيها ما بيزيد عن 250 ملم سنويا، الثلوج بتغطي تربتها طول السنة بضل مغطية على الثلوج. بتنمو فيها نباتات مثل الحزازيات، وتعيش فيها حيوانات كالأيائب والدببة. أما اليوم يا سابع رح نتحدث عن ثاني مناطق بيئية موجودة عندنا على الكرة الأرضية اللي هي المناطق البيئية المائية الرئيسة، وهي تتضمن المجتمعات الحيوية والعوامل غير الحية الموجودة في البيئة المائية. هسا بحكي لك البيئات المائية بتختلف أو تتنوع من بيئة إلى أخرى حسب حجم النظام وطبيعة المياه، أنها مالحة أو عذبة، وحجم النظام يعني بيكون عندي كبير يا صغير يا سابع. من أهم العوامل تأثر فيها الأنظمة المائية اللي هي ضوء الشمس، درجة الحرارة، الأكسجين والأملاح الذائبة في المياه. هاي العوامل كلها بتأثر عنا على الأنظمة البيئية، بتأثر على النباتات والحيوانات أو الكائنات الحية اللي عايشة فيها. هلا رح نتحدث عن أنواع الأنظمة البيئية المائية. هلا من أنواع الأنظمة البيئية المائية يا سابع، في عنا أنظمة مائية عذبة وفي عنا أنظمة مائية بحرية. الأنظمة المائية العذبية سابع، وهي تحتوي على نسبة قليلة من المياه الأملاح لأنها عذبة، يعني تقريبا نسبة 1%، وهي تعتبر نسبة ضئيلة جدا. وتضم عندنا المياه العذبة اللي هي البحيرات والبرك والأنهار والجداول. واضح يا سابع؟ هلا بحكي لك الأنهار أكبر من الجداول والبحيرات أكبر من البرك، بس بحكي لك الأنهار والجداول فيها تنوع حيوي أكثر من البحيرات والبرك. ليش يا مس؟ لأن الأنهار والجداول تتحرك، فممكن يكون عندنا عدد كبير من الكائنات الحية. أما البرك والبحيرات زي ما بتعرف يا سابع هي عبارة عن منطقة مائية، وتكون مش محاطة، هي منطقة مائية وتكون محاطة
بيابس يعني ما كنت حرك تكون محاطة عنها بيابس. أما الجداول والأنهار فإنها تتحرك أو تنتقل إلى عدة مناطق وتتحرك باتجاه واحد. واضح يا مسلمان؟ طيب هاي خلصنا عن أول نظام بيئي مائي اللي هو العذب، حكينا نسبة الأملاح في قليل 1% بضم البرك والمستنقعات والبحيرات والجداول. هلا بحكي لك في إيش اسمه أراضي رطبة عند هاي المياه العذبة. شو هي الأراضي الرطبة يا سابع؟ الأراضي الرطبة هي عبارة عن اليابسة الغارقة في المياه العذبة أو تحوي رطوبة عالية، زي عندنا هون هاي شايف هاي المناطق اللي بتكون قريبة من مجرى المياه بتكون مناطق رطبة، وهون طلع لي هاي المنطقة مش عميقة اللي عندنا هون اللي عليها البط أو البجع، فإنها منطقة مغطية بالمياه. التربة اللي تحتها بتكون رطبة يعني تقريبا زي الطين يا سابع، التربة اللي تحت هاي الطيور رطبة يعني زي الطين تقريبا. فبحكي لك هاي التربة الرطبة يا يعني بتكون غارقة في المياه أو نفسها رطوبتها تربتها فيها رطوبة عالية. هلا هاي التربة أو الأراضي الرطبة لها أهمية كبيرة بيئية واقتصادية وسياحية. شو هي أهميتها؟ أنه بتحتوي أعداد من الأسماك والبرمائيات، وأنها محطة لتوقف الطيور المهاجرة ومكان آمن لوضع البيض، لأنها مش كثير غميقة يا سابع. إذا واضح أهمية الأراضي الرطبة. طب الآن رح ننتقل للحديث عن ثاني نظام بيئي مائي اللي هي الأنظمة البيئية البحرية. الأنظمة البيئية البحرية فيها نسبة ملوحة أكثر من الأنظمة المائية العذبة. نسبة الملوحة اللي فيها تقريبا 3.5%، أوكي هي مش نسبة عالية بس تعتبر أملح من المياه العذبة، لذلك بحكوا لك توصف أنها مالحة، وهي عينة زي مياه البحار والمحيطات، بتعيش فيها طحالب، بتعيش فيها حيوانات مختلفة مثل السلطعونات والأسماك بأنواعها المختلفة. هلا في شيء اسمه عندنا مصب يا سابع، ما هو المصب؟ المصب هو ملتقى المياه العذبة مع المياه المالحة. المصب هو ملتقى المياه العذبة مع المياه المالحة. فبيحكي لك هذول لما بيلتقوا مع بعض بنسميها مصب، يعني الاثنين بيصبوا جوا بعض، لما بيلتقوا مع بعض يعني بيصبوا جوا بعض. هلا بحكي لك ان المياه عندنا خصوصا مياه المحيط تنقسم عموديا لمنطقتين. مياه المحيط هاي بدك تعتبرها مياه محيط يا سابع، تنقسم عموديا الى قسمين، في عنا منطقه مضاءه ومنطقه مظلمه. المنطقه المضاءة اللي هي بتكون أعلى إشي اللي هي قريبة عنا من ضوء الشمس، اللي بصل عمقها تقريبا بس لميتين متر يا سابع. أما المنطقة المظلمة فهي المنطقة اللي بتكون عنا في أسفل أو قاع المحيط، بصل عمقها تحت الميتين ملي متر، تحت عمقها أكثر من ميتين متر، بوصلها ضوء قليل وبصير يتلاشى شوي شوي مع ازدياد العمق. ما بتنمو فيها نباتات، فيها حيوانات مثل الجمبري والسلطعون وبعض الأسماك بتتكيف أنها تعيش في المناطق اللي ما بتوصلها كميات كبيرة من أشعة الشمس، واللي بتتغذى على بقايا متساقطة من الكائنات الحية اللي بتعيش في المنطقة المضاءة يا سابع. واضح يا مس؟ وكذلك تعيش فيها أيضا نباتات المجهرية، أي النباتات التي لا ترى بالعين المجردة مثل البكتيريا والأثريات. عرفنا يا مس؟ إذا المحيط يقسم إلى قسمين، في عنا منطقة مضاءة ومنطقة مظلمة. المضاءة اللي هي العمق 200 متر اللي هي بتوصل عنا أشعة الشمس وبتعيش فيها الأسماك. أما المنطقة المظلمة فهي اللي تقع في قاع المحيط أو أسفل المحيط، بتنمو فيها الطحالب السلطعونات والبكتيريا والأثريات، بتتغذى فيها الأسماك أو الكائنات اللي تحت على بقايا الأسماك أو الكائنات اللي بتعيش عنا في المنطقة المضاءة. واضح يا سابع لهون؟ طيب هلا يا مس احنا هيك خلصنا عن الأنظمة البيئية المائية، المرة القادمة رح نتحدث عن الأنظمة البيئية في الأردن زائد حل أسئلة الدرس. يعطيكم العافية.